عملتي أثمان باهظة دفعتيه مقابل آرائك؟ كتير. أغلى ثمن. بس أكيد أنا مثلاً ما فيني أحكي عن أثمان باهظة أمام العديد من الناس فعلاً يلي غيروا بالمجتمع، عن أمهات الشهداء يلي قدموا أولادهم، عن مؤثرين، مبدعين، كتاب. كتير في ناس قدمت أرواحها، وللأسف ما زلنا بوقت، رغم أنه معظم الناس بتطالب بحرية من وجهة نظره، بس هن بيمنعوا حرية الآخر وسماع أفكار الآخر أو حتى القراءة. أي شيء بتحكيه في أوصياء وفي ناس بتقلك صح وغلط وحلال وحرام وعيب وصح، ما في قيمة للإنسان بحد ذاته يعني. فأكيد دائما نحن أي إنسان عم يحاول يكون حقيقي، عم يحاول يفكر، عم يكون هو عم يدفع الثمن مهما كان الموقف، هو فكري ولا وطني ولا 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 ولا. ما خفتيش من اللي حصل مع أولادك؟ طبعاً خفت، يعني هاي من اللحظات اللي كتير بالنسبة لي. لومتي نفسك أو رجعتي صحيح. نفسك عادتي تفكير؟ بلحظات ممكن فكر، ما بلوم نفسي، ما بحب لوم نفسي، بس بعيد التفكير، بسمع الآخرين، يمكن الناس تلوم المحيطين من خوفهم ومحبتهم أكيد. برجع بقول إنه صعب كون أنا، ما بكون أنا إذا أنا ما حكيت، ما بفيني بختنق، يعني بختنق إذا ما حكيت، إذا ما قلت رأيي، ما بكون إنسان، ما بكون بشر، ما بحب كون مع السلب، ما بحب كون مع المجموعة، بحب أعمل شخصيتي بحالي. بكفيني نظرة الاحترام من المحيطين حولي. أنا بس أنت قلتي رأيي وشنيتي هجوم على أشخاص بعينهم ورجعتي غيرتي قليل. وقت دعمك لبشار الأسد هاجمتي كل النجوم وكل الشخصيات العامة اللي كانوا على عكس رأيك، ومنهم طبعا الفنانة أصالة. ورجعتي غيرتي رأيك وقلت لهم أهلا بيكم ومستنيينكم. أولا أنا لما حكيت مع بلدي ومع السيد الرئيس، أنا حكيت لأنه أنا بخاف على بلدي، لأنه أنا مقيمة ببلدي، لأنه أنا القذائف فوق راسي، مع كل الاحترام لكل الخيارات الأخرى، بس أنا بقيت ببلدي، رغم أنه أنا كنت بفترة مهمة جداً، ذهبية جداً بمصر، بالعالم العربي، بالعقود، بي 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 بي. بس لما بلدي بتكون جريحة، لما أمي بتكون تعبانة، أنا صعب أتركها، وهذا واجبي بلا فضل ولا منية. فأنا لما أعلنت هذا الشيء، لأني أنا شايفة، لأني أنا حاسة، وأنا من واجبي أني أحكي كلمة حق. ومثل ما قلت لك من شوي، أنا ما بحب كون مع قطيع أو مع سرب. الفكرة أنه أنا ولا مرة بحياتي قلت كلمة مسيئة بحق أي فنان وأي شخص كان على خلاف أو في اختلاف في وجهة النظر. هو ما كانش في إساءة، بس كان في زي مصادرة على رأيهم وانتقاد علني. ولا بحياتي، إذا بتراجعي كل مقابلاتي، تيجي كل الأشياء اللي عملتها، كل المقابلات اللي عملتها، إذا في إساءة بيوم الأيام ولا في رفض للآخر، أنا من حقي أقول وجهة نظري، أنا من حقي دافع، بس ولا بيوم الأيام. بس من حقك تنتقدي وجهة نظر الآخر؟ ما انتقدت، أنا عم بحكي الحقيقة، الحقيقة اللي أنا شايفتها وعايشتها. أنا ما فيني يكون خارج مصر وأحكي عن مصر، أنا بدي أكون. بس أنت كان اختيارك أن أنت تكوني موجودة في سوريا وتسيبي كل شيء وتعودي في سوريا في الوقت ده. بلدي. ما كانش واجب احترام اللي اختار اختيار تاني؟ أنا قلت لك مع احترامي للآخر، يعني عمري حد مثلا زي الفنانة أصالة، عمري هي وقتها بيتها وزوجها وأولادها ومدارس أولادها وكل شيء في حياتها موجود هنا. أنا بيوم الأيام قللت من احترام أي شخص؟ ولا بحياتي، ولا بحياتي. لا أنا مش قصدي على احترام شخص، أنا بقصد ولا احترام اختيار ولا شخص. بحياتي يعني الاختيار يكون موجود هنا، هل ده يقلل يعني؟ أول كلمة قلتها مع احترامي لكل الخيارات. وعلى فكرة مو كل الناس اللي سافرت خارج سوريا هي ضد الدولة نهائيا، وأنا قلت دائما وبقول من أول لحظة، بس الناس لحتى تعمل فتنة، لحتى تعمل مشاكل على بالإعلام وبالسوشيال ميديا، بيقولوا فلان حكى وفلان حكى وفلان حكى. ولا مرة بحياتي وطبيعتي أصلا كشخص، لا بقلل من احترام أي خيار كان ولا من أي وجهة نظر. أنا من حقي أحكي الحقيقة، أنا من حقي أحكي اللي شايفته، أنا من حقي دافع عن بلدي وقت بتكون بلدي
اللي فيها فكر وثقافة وحضارة تروح باتجاه إخواني بشكل أو بآخر. من عدة سنوات لما انسأل عن هالموضوع وما كنت حب انسأل عنه، بس كنت أقول ليش عم نحكي بالماضي؟ تعالوا نحكي بالحاضر. شفنا اللي صار، وشفنا اللي صار بالدول المجاورة، وتعلمنا وعرفنا أنه اللي صار ما نو ربيع. أنت كنت داعمة لبشار الأسد خوفاً من تيار الإسلام السياسي. السيد الرئيس هو بالنسبة لنا صمام أمان، وأكيد البديل المعروف اللي كل الدنيا بتعرفه عم يحاولوا أنه ينعموا عنه، أنه هو البديل هو إخواني أكيد. فلأ، أنا بيهمني مصلحة بلدي، والسيد الرئيس بشخصه المتمثل بهذا المكان كحالة سيادية فهو أكيد صمام الأمان. أكيد ما في إنسان بدون ولا ولا ولا، هذا بالأخير شيء قدري وعادي جداً. هي قصة مو تقديس شخص بقدر ما هو تقديس وطن وخوف على وطن. طب إيه تغير من الماضي واليوم لما قلتي أهلاً بيكو؟ ولا شيء. الفكرة أنه أنا دائماً أنه يرجعوا لما عم يسألوني، طبعاً يرجعوا. ما هي سوريا مو بس لألي، سوريا للكل، سوريا أم الكل. أنا ما بمنع أمي تشوف أخواتي بالأخير، حتى لو كان في خلاف مو من حقي أصلاً، ما من حقي. بس أنا بس بالعكس كنت دائماً أقول أنه لازم سوريا ما بترجع إلا بالكل. وبالأخير نحن أولاد اليوم، شبعنا حرب، شبعنا موت، شبعنا دمار، شبعنا كتير أشياء بشعة. بكرة شو بدنا نضل نختلف ونضل نضل نقول من معه ومن ضد؟ مو مهم. سوريا كوطن أو أي وطن هو أكبر من معه ضد. هذا وطن، هذا مو وجهة نظر، هذا وطن. فنحن بحاجة الكل.